بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلنا إلى المفعول معه، اسم فضلة بعد واو أريد به التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمعنا يا سيدنا، إذا قلت يا شيخنا سرت والنيلة، سرت يا شيخنا والنيلة، سار فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بضم رفع متحرك ابتدي تاء الفاعل. الواو يا مولانا بمعنى ايه؟ بمعنى مع. ماشي خلاص ماشي يا سيدنا. والنيلة ده منصوب مع، مفعول منصوب ايه معه؟ ماشي. اصل مفعول مع. ماشي شوف اسم اللي هو ايه؟ النيل. ماشي. فضلة، ليه قال فضلة؟ لأنه أتى بعد تمام الجملة الفعلية، فعل وفاعل. أيوه صح. بعد الفعل وفاعل يسمى فضلة. ماشي. مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول لأجله، كل ده فضلة. ماشي يا سيدي. خلاص يا شيخنا؟ ماشي. فضلة يعني إيه؟ يعني ليس ركنا أساسيا في الجملة. ماشي. بعد واو اللي هي دي. أريد بها التنصيص على المعية. يعني ليست واو عاطفة. ليست ايه؟ واو عاطفة. يعني ليه واو؟ لأن واو العاطفة تفيد التشريك في الحكم. أيوة صح. يعني لما أقول سرت. سرت. أيوة. أنا وزيد، يعني أنا سرت وزيد صار. صح يا شيخنا؟ ماشي صح. طيب، لكن لما أقول سرت والنيل، أنا أسير النيل ما يسرش. أيوة صح. يبقى هنا أدي معنى بعد واو أريد بها التنصيص على المعية. المعية. على إيه؟ المعية. يعني لا تصلح أن تكون عطفا. ماشي. لأن لو عطفنا يبقى ما بعدها يشترك فيما قبلها. ايوه في الفعل صح؟ صح يا سيدنا. لما اقول سرت والطريقه، سرت والحائطه، انا اسير الحائط لا يسير. صح. ماشي يا مولانا؟ صح يا سيدنا. مسبوقه بفعل اللي هو سرت. ماشي. او ما فيه حروف ومعناه اللي هو سائر. مسائر فيها حروف الفعل سائر. مش كده ولا؟ صح يا سيدنا. يبقى فيها ايه؟ حروف ومعناه. ماشي. حروف ايه؟ ومعناه. نفس الحروف السين والراء وكده صح؟ ماشي صح. ونفس المعنى اللي تدل على السير. ماشي. بس في فرق سيرته لكن دي سائر. لكن ماشي. وخلاص يا مولانا؟ ماشي. خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو. لما اقول لا تاكل السمك ها وتشرب، دي واو معية مولانا. ايوه. ده واو ايه؟ واو معية. يعني لا تاكل سمك مع شربك اللبن. وده بعدها فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا. ماشي يا مولانا؟ ماشي يا سيدي. طيب، هل الواقع بعد الواو فعل ولا اسم؟ فعل. هنا فعل. هي فعل، يبقى لا يدخل معنا اللي احنا عايزين ايه؟ يقوله. اسم فضلة واقع بعد ايه؟ واو أريد بها التنصيص على المعية. طب ما هو دي واو أريد بها التنصيص على المعية لكن واقع بعدها فعل. بعدها فعل. ماشي يا مولانا؟ ماشي يا سيدي. فإنه على معنى الجمع لا تفعل هذا مع فعلك هذا. ولا يسمى مفعولا معه. ليه؟ لكونه ليس اسما. طب اقول الجمله الحاليه جاء زيد والشمس طالعه. فانه وان كان على المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس الا ان ذلك ليس باسم. يعني جاء زيد. ماشي مولانا؟ ماشي. والشمس طالعه. تقدير الكلام جاء زيد مع طلوع الشمس. ماشي. رغم دي واو حاليه. واو ايه يا شيخنا؟ حاليه. ومع ذلك بمعنى مع. ايوه. طيب هل الذي جاء بعدها اسم ولا جملة؟ جملة. جملة اسمية. احنا عايزين اسم مفرد يعني. اسم مفرد. ماشي. خلاص؟ ماشي. يبقى لا تدخل معنى ايه؟ ماشي. يبقى الشيء لابد تكون وبذكر الواو ما بعد مع في نحو جاءني زيد مع عمر. وبذكر الواو ما بعد مع جاءني زيد مع عمر. لما اقول جاءني زيد ها؟ مع عمر. صح كده ولا لا؟ صح يا سيدي. طيب هل اهو عمرو اسم وفضله. طيب ولا مسبق بالواو. طيب رغم انه جه بعد مع. ايوه صح. بس لم تاتي بالواو اللي هي بمعنى مع. ايوه احنا عايزين الواو اللي معناها مع. ماشي. لكن ما جبناش الواو اصلا. ايوه جبنا معناها بس. جبنا معناها كده. خلاص يا شيخنا؟ ماشي يا سيدي. بعتك الدار باثاثها. يعني بعتك الدار بمع اساسه. اه رغم الباء هنا بمعنى مع. ما ينفعش. لكن لا تصح. احنا عايزين الواو يا شيخ. ماشي.
يبقى كلمة الواو عشان يخرج معه ويخرج الباء. ماشي مولانا. ماشي. كله اسمه عندنا ايه؟ ماشي. ها؟ كله مولانا إخراج محترزات التعريف. ماشي يا زيد. وبذكر إرادة التنصيص عن المعية جاء زيد وعمر. إذا أريد مدرج العطف لما أقول جاء زيد وعمر. يبقى دي مش معية. دي عاطفة. دي عاطفة. ماشي. هو ممكن تحتمل جاء زيد مع عمر. تحتمل. اي تحتمل يعني بس ليست نصا في المعية. المعية. ليست نصا يعني ممكن يجوز ان تكون بمعنى معها ويجوز تكون عاطفة. ماشي. فهذه ليست نصا. انا عايز ايه نصا. ماشي يا سيد. واخد بالك بقى. جميلة دي يا سيد. فهمنا يا شيخنا؟ ايوه فهمت. ولذلك طيب تعال نشوف يا مولانا. للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل او ما معنى فاسحة لا. يبقى الاسم الواقع يبقى حالات الاسم الواقع بعد الواو المعي. ماشي الحالات يا مولانا نقولها وبعد كده نرجع لكلام الدكتور. ماشي. ده كلام الشيخ اللي اتأثرت به. ماشي يا مولانا. ماشي يا سيد. يبقى احنا عايزين حالات الاسم الواقع بعد ايه؟ بعد الواو المعي. طيب ثلاث حالات يجب نصبه على المفعوليه اذا وذلك اذا كان العطف ممتنعا لمانع معناه او صناعه. فالاول كقولك لا تنهى عن خلق عن القبيح كل بقى ساعتها وإتيانه. ماشي. عفوا لا تنهى عن القبيح وإتيانه. لا تنهى عن القبيح وإتيانه وذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه. وهذا تناقض أنه يجب نصبه على المفعولية وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي. لمانع معنوي لا تنهى عن القبيح وإتيانه وذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه. وهذا تناقض لو قلت يا مولانا لا تنهى لا بحرف نه تنهى ده فعل مضارع ملزوم بلا علامة الجزم حذف حرف العلة. الفاعل مسدد تقديره أنت. عن القبيح ده جر ومجرور. لو قلت وإتيانه وإتيانه على انه مفعول معه. ايوه يعني لا تنهى عن قبيح مع إتيانه. هنا هيبقى عيب يعني ده ممتنع. العطف هنا ممتنع لمانع معنوي. لمانع ايه؟ معنوي. لان المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه. لا تنهى عن ايه؟ قبيح وعن إتيانه. ايوه هنا يبقى في تناقض. هيبقى في ايه؟ تناقض. يعني يقول وذلك لان المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه. يعني لو جعلت يا مولانا الواو دي معنى معه يبقى لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه. ماشي. هيبقى في تناقض. هيبقى في ايه؟ تناقض لو كانت واو عاطفه. ايوه لو لو عاطفه. ماشي. لا ما هو هنا بيقول لك هنا بيقول يا مولانا ايه؟ يجب نصبه على المفعوليه. يبقى مع لا يعني بيقول لك يجب نصبه على ايه شيخنا؟ مفعوليه. على المفعوليه. مفعول به؟ نعم. هيبقى نصب على المفعوليه. انه يجب نصبه على المفعوليه. سمعنا يا شيخ؟ ايوه يا سيدنا. هنا يجب النصب. لانك لو عطفت ايوه هيبقى في تناقض. ايوه يعني هتقول ايه؟ لا تنهى عن خلق عن القبيح وإتيانه. ايوه طيب لو عطفت ايوه القبيح ده مش اسم مجرور؟ ايوه صح. يبقى هجر ده؟ ايوه صح. يبقى تقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه. صح. ماشي. صح ولا صح؟ لو يعني جعلت الواو عاطفه. ايوه سمعنا. ايوه سامعك. مقصد المفعوليه عن المفعول معه يعني. ايوه هذه كلمه مفعوليه. ماشي. مش مفعول به. ايوه المفعولية معه. المفعولية عن المفعول معه. هو بيتكلم عن المفعول معه. ايوه صح. هنا يقول لك يجب النصب. ايوه يجب ايه؟ النصب. تقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه. بالنصب كده. ايوه على ان مفعول معه منصوب. ماشي. طيب لو جعلت الواو عاطفة يبقى تعطف ما بعدها على ما قبلها وما قبلها مجرور يبقى اللي بعدها مجرور. صح. يبقى لما تقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه يبقى في تناقض. ايوه صح. يبقى ايه؟ في تناقض. في تناقض. ازاي هتنهى عن القبيح واخد بالك وعن الاتيان؟ صح. يبقى في تناقض. ايوه صح. فده اسمه عيب في المعنى. ايوه يبقى امتنع العطف
لعيب معنوي. لعيب معنوي ماشي. لعيب يا شيخنا؟ معنوي. فهمت العيب المعنوي؟ ماشي فهمتها يا سيدي. طيب يعني المعنى هيبقى فيه خلل. ايوه صح. هيبقى فيه تناقض، ازاي ما تنهيش عن القبيع وتنهي عن اتيانه؟ ايوه صح. ماشي. خلاص؟ ايوه خلاص. فهنا وجب النصب على المفعوليه. ماشي. عرفنا الماء خلاص؟ ماشي يا سيدي. دي الحالة الأولى، يبقى يقول يجب نصبه على المفعوليه اللي هي مفعول معه يعني. إذا كان العطف ممتنعاً. ماشي. ممتنعاً ليه؟ لمانع معنوي، لمانع إيه؟ معنوي. لأن لو عطفت ما بعدها لما قبلها لأدى إلى التناقض. ماشي. طيب، والثاني كقوله قمت وزيداً. قمت إيه يا شيخنا؟ وزيداً. قمت ها؟ وزيداً. وزيداً يا سلام. طبعاً لما أقول قمت لو جعلت الواو دي حرف عطف يبقى قمت وزيدٌ. قمت يا شيخنا؟ وزيدٌ. ما هي التالي تفاء؟ ايوه صح. صح؟ صح يا سيدي. يبقى عطفت زيد على التاء. ايوه صح. ولا يجوز العطف على ضمير متصل الا بعد اعادة توكيده، تقول قمت انا وزيد. ماشي. زي ما ربنا قال اسكن انت وزوجك الجنة. ماشي. اذهب انت واخوك. ماشي. ما يقولش اذهب واخوك. ايوه. يبقى لا يجوز عطف اسم ظاهر على ضمير الا بعد توكيده. ماشي. بضمير منفصل، صح يا شيخ؟ صح يا سيدي. يبدأ بسموه عيب صناعي. ماشي. عيب صناعي في النحو يعني. ماشي. يبقى يعني كلام مركب في النحو يعني. ماشي. يبقى هنا يجب النصب على المفعولية. ماشي جميل قوي. لأنك لو عطفت. ماشي. ما تقولش قمت وزيدا، هتقول قمت وزيدا. صح؟ صح. يبقى عطفت اسم ظاهر على ضمير. جميل. وهذا لا يجوز إلا بعد إيه؟ إعادته. إعادة الضمير. إلا بعد توكيده، تقول قمت أنا. وزيد. جميلة. لازم تؤكد. ماشي يا سيدي. خلاص يا مولانا؟ ماشي يا سيدي. هذه الحالة الأولى، فهمتها يا مولانا؟ أيوه يا سيدي. طيب. اسمع كده. لقد كنتم أنتم وآباؤكم. كنتم أنتم وآباؤكم. صح كده ولا لا؟ صح. يبقى لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل. ماشي. لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل، ما ده ضمير مرفوع متصل. أيوه صح. لا يجوز العطف على ضمير مرفوع متصل الا بعد ايه؟ بعد توكيده بضمير منفصل. ماشي. ربنا قال ايه؟ ها؟ لقد كنتم انتم وآباؤكم. طيب لما تقول مررت بك، ها؟ مررت بك. بك وزيدا. ايوه. طب لما نقول وزيد يبقى عطفت ها اسم ظاهر على ضمير. على ضمير. خلاص؟ على يا شيخنا؟ ضمير. على ضمير. بدون اعادة حرف الجر. بدون ايه؟ إعادة حرف الجر. يعني البصري يقول لازم تقول مررت بك وبزيد. بزيد. ماشي. عشان كده خطأوا قراءة سيدنا حمزة. فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. اعتبروها خطأ. ايوه. وده يعني ايه؟ وبالأرحام. ايوه وبالأرحام. صح ولا لا؟ صح يا زين. لكن الصواب ان دي قراءة متواترة عن سيدنا رسول الله، فلا يجوز ايه تخطيطها ابدا يعني. هم طبقوا عليه القاعدة النحوية. ايوه. ان لا يجوز عطف اسم ظاهر على ايه؟ ضمير على اسم الظاهر. لا يجوز، شوف اهو القاعده اهي. لا يجوز العطف على الضمير المخفوض. لا يجوز العطف على الضمير المخفوض. فين الضمير المخفوض؟ اللي هو بك. اللي هو بك. ايوه. لا يجوز العطف على الضمير المخفوض الا بإعادة الخافض. ماشي. اللي هو الداء. ايوه، يعني مررت بك وبزيد. ماشي. كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك. شوف الجمال. وعليها وعلى الفلك. عاد اهو. خلاص؟ ماشي. ماشي؟ ماشي يا زيد. ومن نحونا ما لم يصرف المسألة شيء، فعلى قوله يجوز العطف، ولهذا قلت على الأصح فيهما، يعني هو قال على الأصح. ماشي. علشان ما يخطاش قراءة سيدنا حمزة. ماشي، أيوه صح. فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، ولذلك ليها شواهد. ماشي. فاذهب فما بك والأيام من عجبي. فاذهب فما بك والأيام. والأيام. لم يكن وبالأيام. لم يعد حرف الجر. عرفنا المسألة الثانية، أن يترجح المفعول معه على العطف. ماشي. كن أنت وزيدا كالأخي. دي المسألة الثانية مولانا. ماشي. اللي هو يا شيخنا ها؟ كن أنت وزيدا. كن ده المسألة الثانية بقى. ماشي. يبقى أن يترجح، صح يا شيخنا؟ صح يا زيد. المفعول معه ها؟ ماشي. على العطف. ماشي. كن أنت وزيدا كالأخي. لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لازم أن يكون زيد مأمورا وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معك الأخ. شوف يا مرنة، كن
فعل ايه ده؟ كن. كنت فعل عام. فعل امر مبني على السكون. مبني على السكون. ماشي. طيب يا سلام، كن انت. انت دي هل هي اسم كن؟ لا، ما كن فعل امر. أيوه. كن انت يعني. ايوه. بس انت توكيد للضمير المستتر. توكيد. اي نعم. ماشي. توكيد زي اسكن انت. ايوه ماشي. اسكن فعل امر والفعل المستتر ذو انت، وانت اللي ظهر التوكيد للمستتر. ماشي 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 يا سيدي. طيب كن انت قال وزيدا، مش كده يا مولانا؟ صح يا سيدي. اهي الواو دي، الواو دي لو عطفت يا مولانا هتقول ايه؟ ها، كن انت وزيد. ايوه صح. مش كان ترفع الاسم؟ ايوه صح، ترفع الاسم وتنصب. يبقى عطفنا على الاسم. ايوه صح. يبقى كن انت وزيد. صح. فلو قلت كن انت وزيد خلاص. لو عطفت لازم ان يكون زيد مأمور. ايوه خلاص ماشي. وانت لا تريد ان تأمره، ده انت بتعمل مخاطبه. ايوه. كن انت. ايوه. تقول وزيدا. يعني كن انت مع زيد. ايوه. كالاخي. ماشي. فانت تريد ان تامر مخاطبه تامر زيد. زيد. ايوه. لان زيد مش موجود اصلا. ايوه ايوه. ما هو لو موجود امامك هتامره، ده هو مش موجود. بل تامر مخاطبه. كن انت. ايوه ايوه. يبقى بتامر مخاطب. ايوه صح. وزيدا بالنصب. تتر ليه؟ لانك لو قلت وزيد يبقى امرت زيد وامرت ايه؟ المخاطب. وانت لم تامر زيد، هو زيد مش موجود اصلا. ايوه ماشي. خلاص جميل. فهمت هذه؟ أيوة. يبقى هنا يترجح يا شيخنا؟ يترجح النصب. ايوه. الثالثه يترجح العطف واضعف المفعول معه. اذا امكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى. فاكر حكايه الضعف في اللفظ والمعنى اللي احنا قلناها؟ اه. اللي المساله الاولى. ايوه ايوه. اللي هو العيب الصناعي. ايوه ايوه. والعيب المعنوي اللي من المعنى. ايوه صح. صح ولا لا؟ ايوه ذكرناه من شويه. اللي هي المساله الاولى خالص. ايوه ايوه ماشي. فاذا قلت مثلا يا مولانا قام زيد وعمر. شوف قام زيد وعمر. هنا يترجح يا مولانا ايه؟ العطف. ايوه ماشي. لان عمر يشترك مع زيد في القيام. ايوه صح. الواو دي عاطفه. ايوه صح. ما اقولش وعمرا. صح ولا لا؟ صح. لان ده ليس فيه عيب صناعي ولا عيب معنوي. ايوه صح. صح ولا لا؟ صح يا سيدنا. ليس عيب صناعي اللي احنا قلناه يعني لو اللي هو حكايه تاكيد الضمير منفصل. ايوه ايوه. صح. او اعاده حرف الجر. ما فيش عيب صناعي هنا ولا عيب معنوي. صح؟ ماشي. يبقى قد المساله الثلاثه. ماشي. خلاص يا مولانا؟ طيب اختنا الدكتوره قالت المفعول ما هو اسم فضل منتصب بعد واو اريد بها التنصيص على المعيه. ماشي. مسبوقه بفعل. صح؟ ايوه صح. سرت والطريقه. ماشي. او ما فيه معناه انا سائل والطريقه. طيب. صح كده؟ صح يا سيدي. وراحت جابت لا تاكل السمك وتشرب اللي هو ماشي. يعني نفس الكلام اللي موجود في القطر. ماشي. هي ايه ذكرته؟ ماشي. خلاص يا مولانا؟ خلاص يا سيدي. وجابت حكايه تنصيص على المعيه اللي احنا قلناها. ماشي. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقه مسرعه. ده البيت اللي جابته. ينصب تالي الواو مفعولا معه. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة. شوف كلام الشيخ الجميل. ينصب تالي الواو في اللي تالي الواو الطريق مفعولا معه. ينصب على انه مفعول معه. ماشي. وجاب لي مثال في نحو يعني في مثل سيري والطريقة. طريقة. ماشي. مسرع. خلاص يا شيخ. ماشي. اختنا الكريمة تفضلت وقالت الاسم الواقع بعد واو المسبوقة بفعل لي احوال. اللي هو وجوب النصب على المفعولية. ايوه. خلاص؟ ماشي. واحنا قلنا ايه؟ يعني يجب النصب على المعية لمانع معنوي او صناعي اللي احنا شرحنا. ماشي يا سيدي. ماشي يا مولانا ولا لا؟ ماشي يا سيدي. وراحت جابت نفس المثال لا تنهى عن قبيح واتيانه. جابت نفس المثال. ايوه. والمثال الصناعي اللي قمت وزيدا. وزيدا. مش كده ولا لا؟ ايوه. لان في عطف على ضمير رفع متصل قبل توكيده بالمنفصل. ايوه. ما احنا قلنا ده شرحنا. ماشي. يعني بفضل الله ايه؟ كل هذا
شرحنا. قال الشيخ: والعطف إن يمكن بلا عطف أحق، والنصب مختار لذا ضعف النسق. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.